السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبائي في الله. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ توحشتكم بزاف. كيف دايرين مع رمضان؟ نتمنى يكون هاد اليومين الدراسة تاعتكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال، وكنتمنى الله يبعد عنا الوباء هذا إن شاء الله. بلا ما نطول عليكم إخوان أخوات، جيتكم بواحد الوصفة اللي هي تقدر تفيدكم في هذا الشهر الغفران، شهر رمضان إن شاء الله، وهي عبارة عن بيتزا. حنا غادي نستعملو اليوم ميني بيتزا، بيتزا صغيرين كيجو بواحد الطريقة زوينة وناجحة، والعجينة ديالهم كتجي رطبة ومقرمشة في نفس الوقت. الو الإخوان، غادي نمشيو نشوفو المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير الإخوان، عندي تقريبا هنا 400 غرام تاع تلافارين، عندي 4 كيسان تلافارين تاع الدقيق، يعني ما يناعز 400 غرام ديال الدقيق. بعد ما غربنتو انا كنستعمل هذا الدقيق، هذا سبيسياليست بيتزا، كتشاهدوا معايا ما كاينش ممكن تستغناو عليه، ديروا الدقيق الابيض. انا ما فين كنديروا بالدقيق الابيض، لقيت هذا التيب هذا وجدو، يعني كتجي فيه البيتزا زوينه. يعني باش عندنا تقريبا نصف ملعقه صغيره ديال الملح، ملعقة صغيرة ديال السكر سنيدة، عندنا ملعقتين صغيرين ديال الزبدة، ملعقتين ديال الزبدة بعد ما ذوبناها بهذا الشكل هذا. غادي نحتاجو القليل من الزعتر، عندي هنايا واحد الكوب ديال الماء، يعني غادي نحتاجو كوب وثلث ديال الماء، ما يناهز تقريبا 200 ملل ديال الماء. ودرت فيه درت فيهم هاد الماء هذا الدافي، درت فيه تقريبا 2 معالق صغيرين ديال الخميرة الفورية وخليتهم يتفاعلوا مع بعضياتهم، كيجونا على هاد الطريقة هذه. من الأحسن تنديروها وكنخليوه في نغطيو بابي فيلم ونخليوه كيجي كتخمر لنا بحال هكا، كتعطي التفاعل ديالها كيجي زوين. يعني الماء اللي غادي نحتاجو، غنحتاجو كوب وثلث، يعني كاس الماء وثلث، يعني ما يناهز واحد 200 ملل ديال الماء يكون دافي. نمشيو الاخوان طريقه التحضير ان شاء الله، بقاو معنا ما تزبيوش. بسم الله على بركه الله الاخوان، غادي نبداو. بالنسبه للانسان اللي ما عندهمش هذا الربع هذا ديال العجينه، ممكن يخدمها بيدي، يعني ما تاخذش الوقت بزاف. اللي عندهم الربع راه ما كياخذش حتى هو الوقت بزاف. الو بسم الله على بركة الله، غادي نضيف لافارين ديالنا، الدقيق ديالنا 400 غرام ديال الدقيق، 4 كيسان، كل كاس كيس 100 غرام. غادي نضيفو عليها السكر ديالنا فواحد الجانب، غنضيفو الملح فواحد الجانب، نحاول نخلطو المكونات مع بعضياتهم. غادي نضيفو الزبدة ديالنا، من بعد غنضيفو الماء والخميرة ديالنا. هنا دير أنا 100 غرام ديال الماء مع الخميرة هادي، وغادي نعاود نزيد 100 غرام أخرى، اللي قلنا تقريبا كوب. أنا ما الكوب عندي ما عامرش بزاف، يعني كما كتشاهدو معايا، يعني 200 ملل ديال الماء. غادي نضيفو عليها الزعتر ديالنا، الزعتر الأحسن نحكوه مزيان باش يعطينا هاديك الريحة ديالو، هاديك البنة. غادي نمشيو دابا باش ندورو لاماشين ديالنا ونرجعو معاكم إخوة الأخوات. إخوان كما كتشاهدو معايا، بعد ما عجنت في لاماشين أنا تقريبا هاد على حساب، بغيت نقول لكم غير بالنسبة للماء على حساب الدقيق، كل دقيق ما كاين دقيق اللي كيشرب الماء بزاف. أنا هادي عطاتني 200 ملل ديال الماء، 200 ملل خرجت لي على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا الاخوان. دابا غادي نديروها تروبوزا، غادي نديرها في واحد الباسينه ونخليها واحد نشيلها واحد شويه الزيت، غير واحد شويه باش ما تلصقش لينا دهنوا هاد لاكريز ديالنا. غادي نضيفها هنايا وغادي نخليها بوندون واحد الساعة، تقريبا واحد الساعة تخمر في مكان يكون دافئ. غادي نخليها واحد الساعة، غادي نخليها ونساوها.
اوكي الاخوان، من بعد ساعه نرجع معكم الاخوان. بالنسبه للاخوان بالنسبه ما قلت لكم، بالنسبه لهذه العجينه ديالي عادي كنديرها كتروبوزا كتخمر واحد الساعه، كنغطيها بشي زيف ونديرها في واحد المكان اللي يكون دافئ ولا بشي بمانطه ولا شي حاجه ونخليها واحد الساعه. من بعد ما كدوز هذيك التمر هذيك الساعه وكتخمر لينا كنشدها كنعاود ندخلها للثلاجه واحد نص ساعه، فهمنا الاخوان؟ ساعه كتخمر ابخي ما كتخمرنا في ظرف في وقيته ديال الساعه، يعني ما غاديش نزربوا عليها وغادي نزدوها وندخلها للثلاجه بوندون واحد 30 دقيقه تقريبا. اوكي الاخوان، هذه باش تكون في العلم ديالكم. اخوان عدنا اليكم من جديد بعد ما خلينا العجينه ديالنا واحد الساعه كتخمر، ومن بعد دازت واحد الساعه درنا واحد نص ساعه اخرى في الفريكو تصبرينا على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا معايا احبائي في الله. هذا هو الشكل ديالها النهائي، خمرت على خاطرها مكيناش نزربو عليها نخليها تخمر على خاطرها واش فاهمين ديالنا. انا عندي هنايا الدقيق ديال السميده رقيوقه هي باش غادي نسرحها ان شاء الله. حاولوا نرشو واحد شويه الدقيق مكان العمل ديالنا. خرجوا من هذاك الهواء اللي في هذاك الهواء، حاولوا تكونوا ديتينا ابخي غادي نبداو نسبحو فيها. خويا كما كتشاهدوا معايا قطعتها على جوج وغادي نغطيها ونخليها تستراح واحد شويه عاد نبدا نسرح فيها تقريبا واحد 5 دقائق. خويا كيما كتشاهدوا معايا بعد ما مرات واحد 5 دقائق خلينا خمرات على خاطرها غادي نبداو في التسريح ديالها. حيت الا خليناها تستراح غادي تسرح لنا دغيا، يعني كندوزو عليها بمدلك كتسرح بوحدها، نبقاو غادي نستمرو على الوضعية هادي باش تجينا دائرية ديالنا حنا دائرية. نعاودو نعاونو بالسميدة باش معنديش الباس في المخدم. بورسا درنا الطويلة هادي صغيرة، ملي عندو الباس كبير مكيناش قطع العجينة، دير العجينة كلها تسرحها كاملة تسرحها 400 غرام مكيناش بزاف. أنا عندي الباس صغيرة نعاونو نستمر على على الشكل كنسرحو هاد الخوان كاملة باش ما نطول عليكم. نعاود نرجع معاكم باش تشوفو الشكل ديالها. الخوان هكا كتجينا بعد ما سرحناها. عندي هاد البورت بياس هذا، تقدروا تستعينوا بأي كاس ولا تستعينوا بأي حاجة، شوفوا حسب الحجم اللي بغيتو. وغادي نستمرو في القطع ديالها. نحاول نديروهم نورمال سيميا، الاختيار على حسب الشكل اللي كيبغي الانسان. نستمر على هذا الشكل هذا كنقطعو العجينة ديالنا كاملة. نرجع معكم احبائي في الله. من بعد الاخوان ما قطعنا غادي نزولو هاد العجينة اللي بقات لينا وغادي نعاودو نخدمو بهاد العجينة هادي، مغاديش نرميوها، غادي نعاودو نعجنوها باش نخرجو بها اشكال اخرين. هوبلا غادي ناخدو لاطا ولا طاوة غادي نرشو فيها واحد شوية السميد وغادي نضيفو عليها العجينة ديالنا. بالنسبة ليا انا الاخوان ممكن تعمروا البيتزا ديالكم وهي باقا خضراء بحال هكا، ديروا فيها لاصوص طوماط وديروا فيها البصله والفلفله وداك الشيء اللي تدخلوا للفران، واما ديروها دومي كويسون. انا بالنسبه لي انا كندخلها للفران كندير لها دومي كويسون، كندخل العجينه ديالي هي الاول للفران كندير لها واحد نص طيبه، يعني كطيبوها واحد شويه كتوقف، من بعد عاده كنعمرها بالحشوه. و او ميم طون الا بقات ليا في نفس الوقت الا بقات ليا العجين الا بقات ليا العجينه مي كنطيبها وكتبقى ليا كنبقى نديرها في الفريكو كتجيني قضيه سهله، وانا كنبغي نخدم بها كنعاود نشدها ونعمرها. هادشي اللي هادشي اللي كاين الاخوان، ما تدوش عليا راه صايم كندخل ونخرج في الهضره.
خوان بعد ما ستفناها في اللاطه ديالنا غادي ندخلوها للفران. الفران ديجا درتو انا سخون، درجه الحراره تكون متوسطه تقريبا 160 درجه الحراره. غير دون من ديمك وسهيت بواحد شويه شي 5 دقائق تقريبا ونخرجهم. اوكي احباب، بعد ما كطيب لينا هذيك العجينه اللي درنا في الفران غادي نضربو نعجن العجينه الاخرى الثانيه مع قسمتها على جوج. غادي نعجن الاخرى حتى هي، بعد ما طيب ليها الاخرى غتلقاني هذه وجدتها. اوكي الاحباب، نفس المنوال نفس الشكل اللي درناه في الاول. اخوان نسيت ما قلت لكم باللي اون فوا كنقطعوهم بالبورت بياس وكنديروهم في اللاطه ديالنا كنشدو واحد الفرشيط وكنحاولو نبيكيوهم واحد شويه شي 5 مرات ولا 4 مرات باش ما تنفخش هنا في الفران. هادي ضروري ما ديروها الا في حاله لكتو بغيتو تخلوها خضرا بحال هكا وبغيتو ديرو فيها لاصوص طوماط وتعمروها، ما كاينلاش تبيكيوها باش تجيكم شويه غليظه. اما الا كنتي بغيتي تدخليها دابا الفران ديال واحد الميكرويسون ضروري ما كتبيكيها على هاد الشكل هذا ودخلها للفران باش ما تنفخش ليك. اوكي المهم باش نفسر لكم مزيان باش نشرح لكم، حيتاش الاولى ما نسيت ما قلتها لكم. هذه الثانيه. اوكي الاخوان، اخوان كما كتشاهدوا معايا هذا هو الشكل النهائي بعد ما كنديروا لها دو ميكوسو على هذا الشكل هذا كتشوفوا معايا. ها هي واحد شويه هي كتوقف لاباري ديالنا العجينه ديالنا على هذا الشكل هذا وكنحيدها من الفران، وهذا هو الشكل النهائي كيجي الاخوان. دابا غادي نهزوا واحد المقدار نعمرو، ابخي غادي نديروا شي لاخر في الثلاجه ندخلوه للثلاجه ونخليوه هنا نبغوا نخرجوا ثاني ونعاودوا نعمرو. انا كيبان لي الطريقه سهله لا ما نعمروها بالحشوه ونديروها في كونجيلاتور الله ما يربح هكا. اخوان بالنسبه للحشوه اللي غادي نعمر بها البيتزا ان شاء الله، عندي غندير 3 حشوات ان شاء الله. عندي هنا فخو دو مير فواكه البحر كيتباعو بحال هكا، عندي الكفته وعندي الطون. دابا غادي ندوزو باش نطيبو الكفته ديالنا اللي غادي نرافقها مع البيتزا، وغادي نسلقو الحوت ديالنا. غتشوف لاحظوا معايا كاسرونه درت فيها واحد شويه الملحه وفيها الماء، غادي نضيفو الحوت ديالنا باش يتسلق لينا. وبالنسبه للكفته ديالنا في مقلاه غنضيفو القليل من الزيت، غير واحد شويه كترو الزيت ونضيفو عليها الكفته ديالنا. هنا بينا جينا شتا على هاد الشكل، لكن غادي نستعنو في غادي نضيفو عليها قليل من الملح والقليل من الإبزار الفلفل الأسود. خليوها طيب ورجع معكم اخوان. السلام عليكم اخوان، عدنا اليكم من جديد بالنسبه باش نعمروا الحشوه ديالنا ديال البيتزا ديالنا. غادي نحتاجو لاطا ولا بلاكا، غادي نديرو فيها واحد القليل من الزبده، غادي ندهنوها بشويه الزبده. الزبده هذه باش تحمر لينا الزبده باش تحمر لينا لاباط من التحت. اخوان كما كتشاهدوا معنا بعد ما دهنا اللاطه ديالنا بالزبده غادي نضيفوا عليها الخبز ديالنا اللي غادي نعمرو ان شاء الله. اوبس سي بون، غادي نديرو اول حاجه صوص طوماط ديالنا اللي ديجا يعني ديجا خدمتها معكم. هاد صوص طوماط جصوبناها، راه كنشدو لاباط ديالنا العجين ديالنا وكندهنو عليها واحد شويه بهذا الشكل هذا بخوان. استمروا على الشكل الاخوان تنعمرو كاملين. من بعد الاخوان غنضيفو عليها الفرماج ديالنا، كندير الفرماج لتحت
كيعطي واحد النكتة زوينة كتجي عينك. شوية اوكي كنديرو البصلة ديالنا اللي ديجا شتيتها وخطيتها على هاد الشكل هذا، وضعت واحد شوية الزيت وصوتيتها فيه، ومن بعد زدتها واحد شوية البزار وشوية الملحة ولتان الزعتر. هادي تاهي نحاولو نديروها فوق البيتزا ديالنا على هاد الشكل هذا، ثلاثة المصوات للجوج. من بعد الاخوان ما درنا البصله ديالنا ممكن ديروا حتى الفلافل اللي عندكم فلفله حتى هي مزيانه تجي. غادي نضيفوا الحوت ديالنا، هذا الشكل هذا الاخوان، استمروا تنعمروا الكليب اللي نديروا. بعد ما درنا فيهم ثلاثة ديالنا درنا فيهم فويدة ماء، دابا غادي ندوزو ديال الكفتة، نديرو الكفتة ديالنا على هاد الشكل. من بعد كندوزو نديرو الطون ديالنا، بيتزا غنديروها بربعة الحشوات، نديرو الطون ونديرو فروي دو ميغ الفواكه البحر وكفتة، وغادي نديرو فيها الفخوماج. غادي نضيفو الأخرى اللي بقات عندنا، غنضيفو فخوماج تخوا فخوماج ولا كاطخ فخوماج، سا ديبون على حسب الفخوماج اللي عندكم. نستمر نديرو الفرماج ديالنا، عندي واحد جوج الأنواع د الفرماج هنا، تاع الفرماج ديالي تجي يا سلام كتجي زوينة وبنينة. نضيفو على الموزاريلا ديالنا، استمروا على هاد الشكل هذا تنعمرهم كاملين الاخوان بالموزاريلا. من بعد الاخوان غنديروا الشامبينيون ديالنا، بيتزا شمن بيتزا هادي، استمروا تنديروا فيها الشامبينيون ديالنا كاملين على هاد الشكل هذا الاخوان، ونرجعو معكم تاني. الاخوان من بعد ضفنا الشامبينيون غنضيفو الزيتون ديالنا، ممكن تضيفو حتى الزيتون الأسود اللي عندكم، أنا ما عندي الزيتون الأسود سيبو صا غنكتفيو بالزيتون الأخضر. من بعد الإخوان غنضيفو عليها الفرماج ديالنا من الفوق، قليل من الفرماج بهذا الشكل هذا، نضيفو شوية من هنا ونضيفو شوية من الشيدر. استمروا على هذا الشكل الاخوان، كما كتلاحظوا معنا الاخوان هذا هو الشكل ديال البيتزا بعد ما عمرناهم، كيجيو على هذا الشكل هذا. تمنينا الاعجاب ديالكم، درنا أربعة الحشوات، دابا غادي نحاولو ندخلوهم الفران إن شاء الله، ونطيبو مع درجة الحرارة 160، ميكونش الفران سخون بزاف وميكونش بارد، وغادي نخليهم تقريبا واحد 5 دقايق تقريبا هكاك، حيتاش هادو لي بات صغيورة غادي هي كطيب لينا،
ونمشيو من بعد نمشيو نشوفو الشكل النهائي. هو البلاكات ديالو اللي ديرو فيها واحد شويه الزبده من تحت دهنوها باش كتحمر لكم من تحت، كتعطي واحد بالنا زوينه ديك لاباط. الاخوان يلا نخليكم دابا باش نمشيو نشوفو الشكل النهائي ان شاء الله. اخوان كيف ما كتشاهدوا معنا، هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا، كتجي على هذا الشكل هذا بعد ما دخلناها الفرن وطيبناها تقريبا واحد 5 دقائق. ها هي كما كتشاهدوا معنا، قربوا الصوره، هذه هي البيتزا ديالنا. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم الاخوه الاخوات، كتجي زوينه ورطبه ومقرمشه او ميم طون في نفس الوقت. هذه هي البيتزا ديالنا احبائي في الله، كما كتشاهدوا معايا الاخوان كتجي على هذا الشكل هذا من تحت، ملي كنديروا فيها على حسب الزبده اللي كنديروا كتحمر لينا كما كتشاهدوا معايا، كتجي رطبه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم الاخوه الاخوات، وفي وصفه قادمه ان شاء الله. وشكرا على الدعم ديالكم، ورمضان مبارك سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.